فلوس فين يالا؟ فلوس زمانها جايه. جايه امتى؟ جايه بعد شويه. جايه بلعب وحاجات هيك وي. انحذر انا خلق ايديا معلم. ما انت لو توسع خلقك شويه احنا هنشرح لك احنا كنا ناويين نعمل ايه. جدو جدو انا زهقت، ممكن امشي؟ اخرس يالا. طب معلش يا معلم اديله بق دم بس. اخرس. طب امصصه في رقبتي شويه. اخرس اتنيل كمل. احنا دلوقتي بننتج فيلم، الفيلم ده ممكن يجيب لنا فلوس كتير جدا، لان الفيلم ده بطولة هيفاء وهبي. ما تكملش. انت قلت بطولة مين؟ قلت بطولة هيفاء وهبي. هيفاء وهبي؟ هيفاء وهبي؟ هيفاء وهبي. هيفاء وهبي بتاعتنا هي. حمادة ادخل خد ستك في الضلمة، يمكن ربنا يخلصنا. الكلام اللي بيقوله ده صح يا هانم ولا بيقول الكلام ده عشان عارفين ان هيفا دي الكراش بتاعي من ايام ما كنت في السجن؟ لا الكلام ده حقيقي، ده حتى لابس الروب بتاعها اهو. ده روب هيفاء. ايوه روب هيفاء. يا الله. لا 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 يا معلم الهوت. لا 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 اقعد اقعد، ما تبقاش بخيل يا ابني. هحضرك بس اقعد. طب اقنعتوها ازاي تمثل معاكم؟ هقول لك، احنا مسكنا عليها زله. زله؟ احنا عرفنا نوع الرجاله اللي بتحبه هيفا. بتحب توم كروز؟ لا. اما طب بتحب العيال القمحاويه كده زي براد بيت؟ لا برضه. تبقى بتحب العيال البيض زي ويل سميث؟ لا. امال بتحب مين؟ من الاخر كده يا معلم، هيفا بتحب الصلح. بتحب فخر؟ لا يا معلم انا بشعر، ما تفهموه بقى يا جماعه عشان ما يخنقناش. امال ايه؟ بتحب الصلح زي احمد بدير وعمرو اديب. عمرو اديب؟ بتحب عمرو اديب كمذيع ولا كإعلامي؟ لا كجان. ليه؟ ليه؟ ليه يا هيفا ليه؟ ليه؟ معلش اهدى واحنا هنشرح لك، احنا مش لاحقين والله من ساعة ما خطفتنا، ده انا نزلت جات لك بالروب على طول. ما تقولش روب. لا لا بالروب. معلم اقعد يا معلم، خلاص اهدى بس اهدى. اهدى. دلوقتي لازم نتصرف بسرعة يا أولاد، هنعمل إيه دلوقتي؟ بقينا هنعمل إيه؟ إشمعنى يعني دلوقتي متحمس قوي كده؟ معلش، مع عشان الكراش. بما إنك متحمس قوي كده، أنا عندي فكرة، بس أنت لازم تساعدنا. وأنا خدامي. أنتوا مين؟ عارفة أنا نفسي في إيه دلوقتي؟ عارفة أنا بحلم بيه؟ يو نفسي يكون لي ابن منك أفضل أشتف فيه. ابن مني؟ طب زيح من هون يا قليل العدب، بدي أمشي أنا من هون، زيح ما أطلب لك البوليس. يا ستار شنبي ولا نار، ده أنا عيني منك مستحيل أستغنى عنك. إيه ده في إيه؟ ما تيجي نرقص رقصة ما فيش بعدها قعدة، ونلم اصحابنا وحبايبنا انا وانتي ونعمل قعده. قعده؟ لا انت اللي هتقعد في السجن لو ما مشيتش من هنا. تعالي. ايه ده؟ هو في ايه؟ في ايه؟ في ان محدش يقدر يشوفنا ويسمعنا غيرك. ليه؟ عفريت؟ لا مش عفريت، بس انا عارف انا بقولك ايه. اقف يا انا. يا ماما يا سيكيورتي يا عمي.